أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. أحمد فتوح لاعب منتخب مصر غادر معسكر منتخب مصر، وده بعد خضوعه لأشعة تحت إشراف طبيب المنتخب. طبعا ده كان بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات امبارح. أثبتت الأشعة إصابته في أربطة الكاحل وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وبعد إصابة أحمد فتوح قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب، وده استعدادا لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو واللي هيقاموا يوم 6 و10 يونيو من الشهر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. عمر عبد المجيد لاعب هامبورغ الألماني تحت 20 سنة انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض وشارك فيه مران الفريق بالملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب. محمد حمدي لاعب منتخب مصر للرماية حقق إنجاز كبير وحقق رقم مصري أفريقي جديد بواقع 632.8 نقطة في بطولة كأس العالم بمدينة ميونخ الألمانية، واحتل محمد حمدي المركز السادس في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رجال بكأس العالم بألبانيا، ونجح في أنه يكون أول رامي بندقية من مصر يتأهل لنهائيات كأس العالم. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر يونيو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 53 على التوالي ورقم 211 في تاريخه. كمان أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA التصنيف الجديد للسيدات في شهر يونيو، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 40 على التوالي وال250 في تاريخها، واستقرت نوران جوهر في الوصافة وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في المركز الثالث. نادي ريال مدريد الأسباني أعلن بشكل رسمي ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وأكد بيان النادي أن مبابي نجم ريال مدريد الجديد سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق الملكي. نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن تعيين أنزو ماريسكا مدرب جديد للفريق بعقد يمتد لمدة 5 سنين مع خيار عام إضافي جديد، وده بعد رحيله رسمياً عن صفوف نادي ليستر سيتي. والنجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني توج بجائزة أفضل لاعب شاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي. منتخب ألمانيا اتعادل سلبياً مع أوكرانيا في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 واللي هتنطلق يوم 14 يونيو الجاري. ومنتخب إنجلترا حقق الفوز على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-0، وده في المباراة الودية اللي جمعتهم على ملعب جيمس بارك ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أوروبا 2024. ومنتخب كرواتيا فاز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح، وده كان ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لبسنت وشاذلي لاستكمال فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.